دلوقتي انا خلصت موضوعين في البيزنس، موضوع كان اسمه الفيشيا وموضوع اسمه البونز، فان الموضوع ده عندي موضوع اسمه كارديو، وبعدين عندنا موضوع اسمه جونز، واخر حاجه عندنا موضوع اسمه مصر. بص الكارديو بياخد شدتين، اولا الغضروف نوع مطاطي من الكونكتيف تيشو، امبارح العظم كان نوع هارد صلب. الكارتج يتميز ان هو طف ناشف وفي نفس الوقت ريزيليان، يعني ريزيليان مرن. ربنا عامل الغضاريف دي عشان تستحمل تقاوم قوة الضغط عليها زي الغضاريف اللي موجوده ما بين الفقرات بتاع العمود الفقري، وعشان تستحمل او تقاوم الفريكشن، احنا بنغطي كل سطح مفصولي بعظمه في غضروف عشان ما يحصلش ايه فريكشن. يبقى الهدف اقرا ان اعمل ريزيست للفريكشن عند قوه الضغط كومبريشن فورس. ايه ترتيب الغضروف؟ خلايا غضروفيه ناضجه ماتيور كارتليج سيلز اسمها كوندروسايت، خيوط فايبر، والفايبر دي ممكن تبقى كولاجينيه بيضاء وممكن تبقى صفراء الاسما، وماتريكس خلفيه او ارضيه. الناس اللي بصه معايا، الغضروف ليس له اوعيه دمويه، امال بيعيش ازاي؟ حوالين الغضروف في غشاء اسمه بيريكوندريوم، في اوعيه دمويه تبعت لي دم او تبعت لي تغذيه عن طريق ديفيوجن. حبيبي ما عنديش اعصاب، يعني لو واحد عنده قطع في الغضروف ما يقولكش بيوجعني الغضروف، قول له انت كذاب، الغضروف ما بيحسش، ما بيحطش اعصاب، ما عنديش ليمفاتكس. حبايبي الناس اللي بص، انا عندي قدره فائقه على النمو عن طريق بيحصل مالتيبليكيشن، تكاثر وتضاعف للخلايا الغضروفيه الغير ناضجه، هي اسمها اماتيور كوندروبلاز، بتتحول الى ماتيور اسمها كوندروسايت. الجدول ده مهم جدا حضرتك، ده الفرق ما بين ثلاث انواع الغضروف. النوع ده اسمه الهايلاين، وده جلاس لايك عامل زي الجزاز. النوع ده اسمه وايت فايبر كارتليج، ده لونه ابيض معتم، اللون ده لونه اصفر ومطاطي. اسمع لو سمحت، الخلايا في النوع الهايلاين بتبقى صغيره وعديده نيومرس وراوندد مدوره. هنا حضرتك الخلايا بتبقى حضرتك بنقول قليله، هنا الخلايا في اليلو الاستيك كتيره قوي اباندنت. بص لي حضرتك بعد اذنك للماتريكس، هنا كميه الكولاجين فايبر قليل، وبالتالي الخلفيه الماتريكس ترانسلوسن شفافه. هنا كميه الكولاجين فايبر كتيره، وبالتالي الخلفيه تبقى اوبيك معتمه. هنا حضرتك الفايبر يلو، وبالتالي الماتريكس لونه يلو. اماكن كل كارتج، الامثله التايب الهايلاين نلاقيه فين؟ مكتوب اول جمله عندكم ديفلوبينج بونز ان فيتو، بس واحد قال لي يعني ايه؟ هو مش العظم عشان يتعمل يا اما ياخد انترا ميمبرنس يا اما انترا كارتيلاج، العظم اللي بيعدي بمرحله الغضروف وبعد كده الغضروف يدوب ويختفي ويحل محله عظم، الغضروف ده نوعه هايلاين. مين العظم بتاع الانترا كارتيلاج؟ ادينا امثله كده، مين اللي كان بيحصل له انترا كارتلاجينس موسيموكيشن؟ لون بيكون ما عدا كلابيك. حلو. بدل سكال كاب يبقى سكال بيز، والريبس والبرتيب. يبقى العظم اللي بيعدي بمرحله الغضروف بالتكوين نوع الغضروف هايلاين. اللي حضر امبارح، العظمه الطويله اللي بيفصل ما بين ايبيفيزيس ودايفيزيس كان اسمه ايبيفيزيال بليت اوف جارد. امبارح خدنا ان كل حضرتك ايبيفيزيس ليها سطح تمفصلي ناعم متغطي بغضروف تمفصلي زجاجي، ارتيكولار كارتليج بتاعت المفاصل. حبايبي حضراتكم في حاجه اسمها بيقول لك اللارنكس، حنجره. الحنجره دي اهي عباره عن غضاريف، وما بين الغضاريف في عضلات واغشيه واربطه. غضاريف الحنجره كلها هايلاين ما عدا ده، ده اسمه حضرتك بعد اذنك لسان المزمار، ده من نوع الاخراني اللي اسمه يلو الاستيك. تمام؟ اخر مثال عندك، في بعد الحنجره حاجه اسمها تراكيه، تراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، الغضاريف بتاعتها هايلاين. النبي يا جماعه القفص الصدري بتاعنا في عندنا حاجه اسمها كوستال كارتليج، اللي هي الغضاريف اللي بتمسك الضلوع في الاسترنم.
في عندك اخر حته بعد اذنك في الاسترنم اسمها زيفويد بروسيس. كل دي امثله لمين؟ الوايت مديك مثال واحد غضاريف ما بين الفقرات اسمها انترفيرتيبرال ديسكوب كارتج. بالنسبه حضرتك لليلو الاستيك مديك ثلاث امثله. الغضروف اللي عند قمه الانف التيب اوبزانوز ادي واحد. الاذن الخارجيه اوريكل اوف اير ادي اثنين. واخر حاجه عندك لسان المزمار اللي اسمه ايبي جلود. وبيعمل ايه لسان المزمار ده؟ يعني بيسد الفتحه اللي ما بين حضرتك بنقول الايه؟ الاورال كافيتي بتاعك وما بين حضرتك اللارنكس. اخر نقطه عندكم اسمها اوسيفيكيشن. الايلاين ممكن يحصل له اوسيفيكيشن في اماكن معينه زي الابيفيزيال بليت اوف كارتج وغضاريف اللارنكس، انما الوايت واليلو ما بيحصلهمش اوسيفيكيشن. ادي موضوع خلص. الموضوع اللي بعده اسمه ارتيكولار سيستم. الجوينتس. ايه تعريف الجوينت؟ قال لك الجوينت عباره عن تقارب او تلامس عظمتين او اكثر. كونتاكت ما بين اثنين بونز او اكثر. في ثلاث انواع من المفاصل يا كابتن. لما نحط ما بين العظمتين خيوط يبقى اسمي فايبرس. لما احط ما بينهم غضاريف يبقى اسمي كارتلاجينس. لما اسيب ما بين العظمتين كافيتي ضيق واحط فيه سائل بسيط يبقى اسمي سايلوم. يلا يا عم اول نوع اهو ده اسمه الفايبرس جوينت. البونز ار كونكتد بفايبرس تيشو بياخد شكل من ثلاثه. ده عظم الجمجمه. ولو بصيت هتلاقي ان العظم سيريتد يعني مشرشر وحضرتك يعشقوا جوه بعض كده ويلزقوا بفايبرس تيشو. بيسموا المنظر ده سوتشر اكنك بتاخد غرز جراحيه. المكان بتاعه في عظم الجمجمه. العظم عشان ما يفكش بنحط هنا ما بين العظم فايبرس تيشو بنسميه سوتشرال ليجم. على فكره الناس الكبار في السن حضرتك بيحصل اوبليتيريشن للسوتشر دي، يعني حضرتك تكاد تكون مش موجوده بتبتدي تختفي. ايه ده؟ فكرت في يوم من الايام تشيل سنتك من مكانها وترجعها؟ لا لا. ليه؟ لانها ثابته. انت عندك فكين، عندك فك علوي وعندك فك سفلي. الفك العلوي اسمه ماكزيلا وفي سوكتس تجويفات. الفك السفلي اسمه ماندبل وفي سوكتس تجويفات. جدر السمنه بيلزق في السوكت بتاعه بحضرتك فايبرس تيشو. بنسمي الشكل ده جونفوزس. يبقى ده مكانه في السنان ما بين جذور السنان والسوكتس التجويفات او الحفر بتاع الفك العلوي ماكزيلا والفك السفلي ماندبل. الفايبرس تيشو اللي هيلزق جدر السنه في السوكت هنسميه بيري اودونتال او اودونشال ليجمنت. بيري حاوله واودونتال يعني سنه. اخر شكل من اشكال الفايبرس العظمتين دول انت عارفهم تيبيا وفيبيا. كان في ما بينهم مفصلين فوق سوبيريا وتيبيا وفيبيا وتحت اللي فوق ساينوبيال اللي تحت فايبرس. نحط فايبرس تيشو ما بين اللور اند تيبيا وفيبيا نديله اسم انتروسيس ليجمنت. المثال انفيريور تيبيو فيبيلار جوينت. عايز اعمل مقارنه ما بين الثلاث اشكال. الشكل ده اسمه سوتشر. ده جومبوزز ده سيندسموزز. ده في الجمجمه ده في السنان ده في الانفيريور تيبيو فيبيلار جوينت. بنسمي الفايبرس تيشو هنا سوتشر. بنسميها هنا بيري اودونشال. بنسميها هنا انتروسيس. ولا نوع او ولا شكل من دول بيتحرك. كل الفايبر جوينت ار فيكسد او اموبايل. اللي بعد في حاجه اسمها كارتلاجينس. كان لسه قايلين يعني ايه غضروف. بنقسم الكارتلج لحاجتين برايمري وسكندري. اسمع جدول المقارنه. اول حاجه مثال. مثال البرايمري الغضروف اللي موجود حضرتك ما بين الابيفيسز والديابيسز في اللونج بون اللي اسمه ابيفيزيال بليت اوف كارتلج. المثال بتاع السكندري الغضاريف اللي ما بين الفقرات. يبقى اول نقطه حضرتك المثال. تاني نقطه المكان ده قلته في نهايه اللونج بون الذي تنمو جروينج ما بين الابيفيزز ويل دايابيز. انا ما بين الفقرات. طب ما العمود الفقري في خط النص بتاع جسمي انا في الميد لاين. نوع الغضروف هنا هايلاين هنا وايت فايبر وكارتلج مليان كولاجين فايبر. بالنسبه للاوسيفيكيشن تعظم ده مؤقت بيختفي بيحصل له اوسيفيكيشن لما العظمه تبقى ماتيور. عمر
سمعنا ان الغضاريف دي بتتحول لعظم، دي بيرمننت. بالنسبه للحركه، ده الموبايل ثابت، ده الحركه بتاعته محدوده ليميتد، واللي بيسهل الحركه ان الالاستيستي از فاسيليتيتد بوجود الكولاجين فايبر، لان انا وايد فايبر كاب. خد بالك ان الفايبرز بالثلاث اشكال بتوعه ثابت، الكارتلاجينس البرايمري ثابت، انما السكندري في ليميتد وموبيلتي. اللي بعد الكلام ده بقى سهل دلوقتي بعد ما حضرتك خلصت الماسكول سكيليتال ابر ولور ليمب. بالنسبه للساينوفيال جوينت، ايه ده؟ عظمه وعظمه وما بينهم كافيتي هنحط فيه ساك. ساينوفيال جوينت فريلي موبايل، دي بقى متحركه وحريه، ودي اغلبيتها موجود في المفاصل عشان اسوره نسب في الاطراف في الليمز، عشان انت طول النهار والليل تتحرك في ايديك ورجليك، فاغلبيه المفاصل بتاع الابر واللور ليمز ار ساينوفيال. بص يا كابتن، عندنا سبع خصائص للساينوفيال جوينت، عايز تقول عليها ستراكشر ماشي، عايز تقول عليها كاركترز ماشي. اول خاصيه، ايه الازرق ده؟ ده عباره عن كبسول بيحوط المفصل. اقرا، انا متحوط بسترونج فايبرس كبسول، والكبسول متفطر من الداخل بالاحمر. الاحمر ده ساينوفيال ميمبرين. والكبسول بيدعم من الخارج باربطه. الاربطه على فكره بتعمل سبورت اند سترينسن للكبسول. باقي كلمه مش مكتوبه هنا هتاخدها كمان شويه. في بلاد فيسلز ونيرفز بتخترق الكبسول حبيبي، يبقى المفروض الكبسول از بيرسد باي بلاد فيسلز اند نيرفز. هناخدها كمان شويه مع النيرف سبلاي بتاع الساينوفيال جوينتس. تاني خاصيه اسمها حضراتكم ايه؟ غضروف تمفصلي. هنحط على السطح التمفصلي اللي سموث ارتكولار سيرفيس حته غضروف تمفصلي اسمه ارتكولار كارتليج ونوعه هايلاين، عشان ما يحصلش فريكشن احتكاك ما بين السطحين التمفصليين. يبقى تاني خاصيه اسمها ارتكولار كارتليج، بنغطي كل سطح تمفصلي سموث ارتكولار سيرفيس بحته ارتكولار هايلاين كارتليج. على فكره الغضروف دوت مالوش حضرتك أوعية دموية، أمال عايش إزاي؟ عايش على الفلويد اللي موجود هنا في الكبد اللي اسمه ساينوفيال فلويد. الغضروف ده مالوش أعصاب، لو اتقطع مش هتحس بإيه؟ بوجع. الناس الكبار في السن بيجيلهم تآكل في الغضاريف دي، فالغضروف يبقى إيريجيولار يعني غير منتظم. اقرأ، الناس الأولد إيج الغضروف شو إيريجيولاريتي عدم انتظام كنتيجه للتاكل الكروجين، والحته اللي بتتاكل في الغضروف ايرودد اريا دو نوت ريبير لا تتجدد. ادي خاصيتين. الخاصيه الثالثه حضرتك اسمها تجويف المفصل. تجويف المفصل از دي بوتنشال كافيتي، يعني بوتنشال فيري نارو، يعني كميه الساينوفيال فلويد اللي جوه قليله. فين فيلم اوف ساينوفيال فلويد؟ لو واحد حضرتك مش عارف يحرك المفصل وراح عمل اشعه ولقى السطحين المتمفصلين بعاد عن بعض، عارف ايه اللي حصل؟ لقى ان في اكيوميليشن تراكم لسائل هنا، يا اما الساينوفيال فلويد حجمه زياده ودي حاجه مش طبيعيه، يا اما خبطه وفرقعت الاوعيه الدمويه ونزلت الدم في الكافيتي، يا اما عدوى وعملت صديد، ولا نوع اشعه يقدر يبين لك الفلويد اللي جوه الزياده ده هل هو ساينوفيال ولا دم ولا صديد. تجيب سرنجه وتخرم الكبسول وتخرم الممبرين وتدخل في الكافيتي وتسحب عينه من السائل وتوديه المعمل يتحلل، عشان العلاج هيبقى على حسب نوع الفلويد. مكتوب عندك جمله it become manifest، يعني حضرتك الكافيتي ده يوسع الفلويد او بلاد او باص يعني صديد اكيوموليت او كوليكت انسايد. الخاصيه الرابعه ساينوفيال ممبرين الاحمر، تدين مويست جليستنينج ممبرين، غشاء بيبقى رفيع مويست رطب، جليستنينج يعني بيلمع، يبقى ده رفيع بيلمع ورطب حبيبي، ده بيبطل الكبسول، وبغطي كل حاجه جوه المفصل ما عدا الاسطح المتمفصله، ما ينفعش الاحمر ده يدخل هنا لان الكافيتي اصلا ضيق، ممكن مع حضرتك الحركه يتقطع. حبايبي ايه لازمه الممبرين؟ هو اللي يفرز السائل، ولما يقدم نمتصه. وهتفتكر مش بس الساينوفيال فلويد،
اللي في الكابيتال بتتولد بيه بتموت بيه، ده لازم يحصل له ايه؟ رينيوال، يعني يجدد. الخاصية رقم 5 فلويد، الفلويد اللي جوه السيلوبيا حبيبي بيل يلو بيسكس، لونه اصفر شحل يشبه زلال البيض سيميلر للايج البيون. في ايه؟ ازاي ده في ايه؟ ده في سينوبيال سيلز لان جاي من السينوبيال ميمبرين، في خلايا تبع الوايت بلاد سيلز اسمها ماكروفيجز ام لينفوسايت للدفاع والحمايه. كل شغل السائل ده على الغضروف، ينعم الغضروف لبريكيت، يغذي الغضروف نيوتريشن، ويقلل التاكل بتاع الغضروف. الخاصيه رقم 6 ليجامنت، بندعم ونقوي المفصل بقلبته، ودي نوع من ثلاثة. في تخن في الكبسول نفسه نسميها كبسولار ليجمنت، في حضرتك ليجمنت خارج الكبسول اكسد دي اكسترا كبسولار، في حاجة زي الني جوين جوه هنا في أربطة اسمها كروشيه دي انترا كبسولار. يعني الليجمنت ممكن تبقى تخن في الكبسول كبسولار، بره الكبسول اكسترا، جوه تبقى انترا. الخاصية السابعة يقول لك في بعض السينوبيال جوينتس بنلاقي في الكابيتي بتاعها حاجه بالاضافه الى الفلويد. المفروض ان الكابيتي ما فيهوش غير شويه فلويد بس، ولكن بعض السينوبيال جوينتس بنلاقي جوه في الكابيتي ستراكشرز بالاضافه للفلويد. زي مين؟ نشيل الرسمه دي ونجيب دي. ايه ده حبايبي؟ واحد بص معايا قال لي ده مفصل الفك بتاعنا. الناس اللي بتتكلم ده مفصل الفك. اسمه ايه مفصل الفك؟ العظمه دي في جمجمتك اسمها تيمبورال بون اهي، وده الفك السفلي اسمه ماندبل. راس الماندبل بتدخل جوه في التيمبورال بون. مفصل الفك اسمه مقنع قوي، تي ام جي تيمبورو مانديبولار جوينت. قال لي وماله عايز ايه؟ ايه اللي انا رسمته ده يا ولاد؟ قام واحد جه فقال لي ده الكبسوله. لقينا جوه في الكافيتي حته غضروف ما بين الاسطح المتمفصله، ده غير الغضاريف اللي على كل سطح تمفصلي، مش احنا لسه قايلين كل سطح تمفصلي عليه غضروف؟ لا، ده غضروف ما بين الاسطح المتمفصله، اقرا اسمه ايه عندك؟ اكيوت فايبر كارتيلاجينس ديسك، سوري اسف، ارتيكولار فايبر كارتيلاجينس ديسك، يبقى ده غضروف تمفصلي. قسم الكافيتي بتاعتي لاثنين كومبارتمنت، واحد فوق والتاني تحت. ادي اول مثال لحاجه ممكن نلاقيها في الكافيتي غير الفليو. تاني حاجه حضراتكم ايه ده؟ اللي ذاكر اللور لمب الاثنين كوندايلز بتوع الفيمر كان كونديكس بتوع التيبيا كونكيف كده، مفصل الركبه انستيبل، ربنا ما كانش بيسيبك كده، بيخلق لك ده وده، دول اثنين سيميليونر بليت، يعني اثنين شرائح نص هلاليه من الغضاريف اسمهم منسكار، وهنا مش حلو هنا حلو. شلنا الفيمر، بصينا على التيبيا من فوق، لقينا 2 سيمليونر بليت اوف فايبرو كارتج من سكار. حد فاكر كان الهدف منهم ايه؟ نزود العمق بتاع الاثنين تيبيا الكوندايل من فوق عشان نوصل لوب بيبقى ستيبل. ايه ده حبايبي؟ دي غضاريف ممكن نلاقيها جوه. المثال الشهير الكروشيه اللي هم دول، واحد امامي والثاني خلفي. الامامي كان بيمنع الهايبر اكستنشن وخلع التيبيا القدام مع الاكستنشن، والخلفي يمنع خلع التيبيا الورا مع الاكستنشن. الرسمه دي جميله قوي. كان في عضله عندنا اسمها بايسبس وليها راسين، بايسبس بريكاي في الابر لين، كان في منهم هيت التندون بتاعها منقط لانها انترا كابسولر اكسترا. الابيض ده كابسول اوف شولدر جوينت، ادي الهيومرس وادي الاسكابيلا، وادي التندون بتاع اللونج هيت، وبيخرم الكبسول يعمل خرم على الجنب ما بين الليسر والجريتر تيوبوزيتس، يعني ممكن الاقي جوه تندون بتاع عضله. يبقى الحاجات اللي ممكن الاقيها جوه بخلاف الفلويد ده، رب حد يقول غضروف تمفصلي في التي ام جي، شرائح نص هلاليه من سكاي في النيل، اربطه زي الاربطه الصليبيه في النيل، تندون بتاع عضله زي التندون اوف لونج هيت اوف بايسبس جوه شولدر جوينت. ده بيجي سؤال لوحده، ستراكشر او كاركترز اوف سينوبيال جوينتس، كم خاصيه؟ قولهم بسرعه. كبسول، ها، مضروب تمفصلي ارتيكولار كارتج، كافيتي للمفصل، سينوبيال ميمبرين، سينوبيال فلويد، ليجمنتس، والخاصيه السبعه ممكن الاقي حاجات جوه الكافيتي بخلاف الفلويد.
ايه الحاجات اللي بتاثر على الاستابيليتي بتاع المفصل؟ في حاجات بتاثر على ثبات المفصل. اقرا إيه كده معايا. اللي بيأثر على ثبات المفصل عامل عظمي، شكل والفيتنج انهم معشقين جوه بعض كويس بتاع العظم المتمفصل، شيب اند فيتنج اوف ارتكيوليتنج بون. الكبسول اللي عامل كل ما الكبسول كان تخين وفي نفس الوقت الاستيك ده مديني ستابيليتي. تاني واحده اقرا ثيكنس اند حضرتك الاستيستي اوف الكبسول. ثلاثه الاربطه مكانها وقوتها بوزيشن اند سترينث اوف الليجمنت. اربعه العضلات بالقوه بتاعتها سترينث اوف السراوندنج ماسل. كل دول مديني ايه؟ ثبات. طب ايه اللي بيقلل مدى الحركه؟ وربنا حضرتك بعد اذنك مش عايز الحركه في المفصل تبقى جامده، لان الحركه الجامده ممكن تؤدي الى خلل، فعامل لك حاجات تعمل افكت للرينج مدى الحركه. الاربطه، قال لي ده؟ ده الاربطه مكتوبه مرتين. ايوه يا بابا، هي مدياني ثبات. طب ومدياني ثبات ازاي؟ عن طريق انها بتقلل مدى الحركه. يعني انت لما تيجي تعمل حركه الاربطه بتقول لك كفايه على كده، اكتر من كده هيحصل ايه؟ خلع. فالاول الاربطه تتشد، لو اتشدت اكتر من لازم يحصل فيها مس، بعد كده يحصل خلع في المفصل. يبقى اللي بيقلل من مدى الحركه تنشن اوبليير. عضلات مضاده تنقبل، قال يعني ايه؟ يعني لما انا عايز اعمل حضرتك فليكشن في القلب، طب ما انا عندي عضله ورا عايزه تعمل اكستنشن، انا بعمل فليكشن، يبقى اللي ورا لازم تبقى مريحه، لو انقبضت اللي ورا مع اللي قدام هيحد من مدى الحركه. يبقى تاني حاجه تحد من المدى العضله المضاده تشتغل مع العضله اللي بتشتغل، يبقى اسمها كونتراكشن اوف انتاجونيزم. بص كده، ده اخر في الفليكشن اوف الكو. ليه مش عارف اعمل فليكشن اكتر من كده؟ اللحم خبط في اللحم، حصل ابروكسيميشن وكونتاكت للسوفت تيشو اللي حوالين المفصل. دي الحاجات اللي بتحد من المدى. بالنسبه للنيرف سبلاي بتاع المفصل، واحد كان قاعد فاضي اسمه هيلتون، قال لي هيلتون؟ قال لك لما يبقى في عندك عضله بتشغل مفصل معين وبعتنا للعضله دي عصب، مش عيب يا عصب يا اللي رايح للعضله تبعت برانش منك للمفصل اللي هتشتغل عليه العضله، ومش عيب تبعت برانش تاني للجلد اللي على المفصل. بيسموا الاعصاب اللي بتروح للمفاصل ايه؟ حد فاكر؟ ارتيكولار نيرف. انا لسه قايل دي بتخرم الكبسول. اقرا it end in the capsule and related ligament. ودي حساسه للبين، حضرتك بعد اذنك للالم، يعني لما يبقى في التهاب للمفصل والبوزيشن الحركه بتاعه المفصل الوضع والحركه، يعني بتخليك بتحس لو في التهاب في المفصل ساعه الالم وبتحس بحركه المفصل ومكانه، اسمها articular nerve. اظن الحركات دي عيب ان انا اقولها، وبتيجي على فكره في الكومبليت لما اتني اسمها ايه؟ بعمل ابروكسيميشن لسطحين اماميين، لما افرد اسمها ايه؟ اكستنشن، ببعد السطحين الاماميين عن بعض، لما اقرب الطرف من خط خط المنتصف يبقى اسمي ادكشن، في الصوابع بتاع اليد انهي صباع اللي مقرب منه؟ ميدل، في صوابع القدم تاني، لما ابعد عن خط المنتصف يبقى اسمي ادكشن، لما اعمل الحركه دي يبقى اسمي سيركمدكشن كومباينيشن، لما اعمل الحركه دي يبقى اسمي روتيشن، بلف ميديال ولاترال حوالين اكسس طولي، لما اعمل الحركه دي اسمها برونيشن، ده ميديال روتيشن في الفور ارم، لاترال روتيشن تبقى سوباينيشن، لما احول بطن القدم للداخل تبقى انفيرجن، للخارج تبقى ايفيرجن، صباع كبير يلامس بقيه الاصابع اوبوزيشن. في حركه اسمها جلايدنج، حركه زحلقه، سطحين مسطحين، اتنين سيرفس فلات يتزحلقوا على بعض، خدنا مين كان جلايدنج، ما فيهوش اكسس، اكروميوم كلافيكولار جوين، والسوبيريور تيبيو تيبيولار جوين. حبيبي في عندك ملحوظتين انا قلتهم، لما تلاقي الكافيتي وسعت يبقى في تراكم من سائل جوه، لما تلاقي السطحين بعدوا عن بعض جامد يبقى خلع، لما تلاقي السطحين المتمفصلين حصل فيهم تآكل يبقى ممكن عنده التهاب في المفصل اوستيو ارثرايتس. الوزن التقيل يعمل حضرتك تآكل في المفصل وده بيبقى بينكل. هات لنا اخر عنوان فصل. الكلام بيتهيألي سهل يعني بيزك دلوقتي. بالنسبة للمصل طبعا الجدول ده انا اللي قلته ده اللي تاخدوه في الهيستولوجي. يعني عيب ان اشرحه مش كده، انت ممكن مع نفسك ده. العضلة لها الخاصية البروبرتي انها تنقبض، الخيوط تقصر، كباسة القدرة انها تقصر. ده
تقسيم العضلات على حسب الاستراكشر اند فانكشن. سلي نفسك بقى في البيت سكيليتال مكانها فين، كاردياك فين، وحضرتك بنقول السموث فين، مين فيهم اللي راضي حاجه واحده سكيليتال والباقي لا يا راضي. حبيبي الخطوط العضليه هنا كتيره، هنا موجوده بس اقل، هنا مش موجود. تركيب الخليه والخط العضلي كله يبص ده بيبقى حضرتك النيوكلياي كتيره بس على الاطراف. هنا الخليه بتبقى سبيندل مفصليه وفيها نواه واحده، هنا الفايبر لازم تعمل برانش ويحصل لهم فيوجن عشان القلب بينقبض كوحده واحده، بس كل خط فيه خليه واحده. على فكره ده نادر يجي لانه هيستولوجي، ماليش دعوه، ممكن تلاقيه هو السؤال اللي جاي. ده بقى مهم قوي. سكيليتال ماسل اتاتشمنت، مسكه العضلات الهيكليه، ده ليه سؤال لوحده كده. يعني ايه اوريجن ويعني ايه انسبشن؟ كله يبص، الاوريجن هو الجزء الاكثر ثباتا في العضله الموست فيكسد، الانسبشن هو الجزء الاكثر حركه الموست موبايل او موفابل. هو حضرتك في الاطراف في الليمز الاوريجن هو اللي قريب لفوق يبقى بروكسيمال، والانسبشن هو اللي بعيد يبقى ديس. لما العضله بتنقبض كله يبص انسبشن بيتحرك ناحيه، ممكن يحصل العكس. خدنا بالقران سمايل وسيرين لو اشتغلوا عكس الطبيعي، ثبتنا حضرتك الانسيرشن في السكابيلا وحركنا الاوريجن من الضلوع، نسحب الضلوع في البيكتورال سماينور اللي فوق في السيرين الجنب والورا، زودت السعه فاستخدمهم عضلات اكسسوري في الفورس او الدينس. في عندك عنوان اسمه انواع السكيليتال ماسل اتاتشمنت. امسك فين؟ الكومن ستايب ان امسك في عظمه، يا اما باللحمه يا اما بوتر عضلي، الوتر ده عباره عن حبل لونه ابيض في خيوط كولاجينيه، يا اما امسك في جلد زي عضلات الوجه اللي احنا سميناها عضلات التعبيرات الوجهيه الفيشيال اكسبريشن، يا اما امسك عضله وعضله مع بعض ببند قطعه في النص اسمها بند اوف فايبرس تيشو بيسموها رافي. حبيبي ده واحد واقف مرجع راسه لورا، شايفين ارضيه الفم، عضلتنا هم جايين من المندبل رايحين للعظمه هايويد، كل واحده اسمها مايلو هايويد، اللي يدوني اتنين يضموا على بعض ويمسكوا ببند او سبتم حاجز او قطعه من الفايبرس تيشو اسمها رافي. ايه ده؟ دي عضلات الحنجره ماسكه في الغضاريف. هو سؤال معلش، ليه ربنا عامل الحنجره غضاريف؟ عشان تفضل مفتوحه، عشان انت بتتنفس وانت صاحي وانت نايم. طب وليه ربنا عامل عضلات للحنجره؟ عشان الغضاريف دي ماسك فيها من جوه الاحبال الصلبيه، لازم اعمل حركه في الغضاريف عشان الاحبال تهتز وتطلع صوت. طبعا تفاحه ادم ليها اسم علمي ثايرويد كارتج، تحتيها في كارتج عامل زي الدبله او الخاتم، في حته ضيقه وحته واسعه اسمه كريكويد، في عضله ما بين الكريكويد والثايرويد اسمها كريكو ثايرويد، دي اللي بتشد تفاحه ادم اللي ماسك فيها الاحبال الصوتيه. يبقى الاتاتشمنت بتاع السكيليتال ماسل لعظم او لجلد او لرافي ده بند او سبتم من الفايبرس تيشو، يا اما لغضاريف. الشكل العنوان ده سؤال تاني في العضلات، يبقى العضلات لغايه دلوقتي السؤال يا اما يجي الجدول بتاع حضرتك الكلاسيفيكيشن وده نادر يجي، تاني حاجه السكيليتال ماسل اتاتشمنت تقول يعني ايه اوريجن وانسبشن ومين اللي ثابت ومين المتحرك وتقول لنا انواع الاتاتشمنت. السؤال الجاي اسمه اشكال العضلات. شكل العضله بيعتمد على ترتيب الخيوط العضليه بالنسبه لخط وهمي بنرسمه جوه العضله ما بين الاوريجن والانسبشن، يا اما الخيوط تبقى موازيه للخط الوهمي يا اما تبقى مائله. يا رب نبص ده ها ستريب لايك حزام سارتوري، انا حطيت الامثله هما كانوا لاغينها في المحاضرات زمان. ليه؟ ما كنتش خدت العضلات، انما انت خدت العضلات مالكش حاجه. ايه ده؟ ستريب لايك بس فيها حتت في النص بيضه ناشفه زي التندر مقسمه العضله لقطع اسمها ستريب لايك وستمدينيس انترسكشن. دي العضله بتاع جدار البطن الامامي اسمها ريكتس ابدومينس، ريكتس يعني مستقيم وابدومينس يعني بطن. طيب بص يا كابتن، الناس اللي باصه دي كوادريلاترال، عارف يعني ايه كوادريلاترال؟ يعني مربع. دي عندك مثال عضله ما بين تفاحه ادم والهايويد اسمها فايرو هايويد.
فيوزي فورم يعني مغزالي، المثال العضلات اللي كانت بتحط الايد في الرايتنج كان اسمها لامبري. طب لما تبقى الخطوط مائله يا اما شبه الريش بالنيت يا اما مش شبه الريش نون بالنيت، الخيوط جايه مايله على اتجاه واحد من التندون يوني بالنيت، والمثال العضله اللي بتتني صباعي الكبير فليكسور بولشيز دونج، الخيوط جايه مائله من الاتجاهين على تندون في النص باي بالنيت، المثال العضله واحده من الاربع رؤوس بتاع الكوادريسيبس اسمها المستقيمه ريكتس، يبقى النهارده تسمعك اتنين ريكتس بتاعت البطن ابدومينس، بس دي بارلل ستريب لايك وستندينيس انترسكشن بتاع عضله الفخذ الاماميه ريكتس فيموس. طب هنا مجموعه من الباي بالنيت جنب بعض هو نفس العضله، دي حضرتك مالتي بالنيت والمثال عضله الكتف ديلتون. طب انا الخيوط جايه من الاطراف وبتميل على تندون في نص العضله، اسم السيركم بالنيت عامل زي الدايره، والمثال عضله التيبيا الاماميه تيبياليس امتين. طب هات لنا بقى النون بالنيت، مثلث العظمه دي اسمها تمبورال بون، فيها هنا عضله ماسكه اسمها تمبورال. كروشيت صليب، في عندك في سنه ثانيه هتاخد ان المندبل عليه عضله هنا اقوى عضله في المطر اسمها ماسيفا. سبايرال حلزوني، عضله اسمها سوباينيتور كانت بتلف حوالين الابر تلت بتاع الريديوس من ورا لقدام. سيركلر دائري، عضله بتلف حوالين بقك اسمها اوربيكيلاريس اورس، اوربيكيلاريس يعني بق، سوري اوربيكيلاريس بتلف، اورس يعني فم. في عضلات ليها اكتر من راس، اللي ليها راسين اسمها ايه؟ واللي ليها ثلاثة واللي ليها اربعة. اخر عنوان عندك اكشن بتاع العضلات، يبقى العضلات بيجي فيها كام سؤال على فكرة، سؤال الكارتلج هتقارن ما بين الثلاث انواع بتوع الكارتلج هايلاين وايت ويلو بلازما، اسئلة الجوينتس يا فايبرس لوحدها يا كارتلاجينس لوحدها يا الساينوفيا اللي عايز الكاركترز او ستراكشر، لما يسالك بقى عن فاكتور افكتنج ستابيليتي فاكتور افكتنج رينج اوف موفمنت. بالنسبه للعضلات يا سؤال الكلاسيفيكيشن قلنا ده نادي ليك انت ونحسك، ثاني سؤال الاتاتشمنت، ثالث سؤال شكل العضله، رابع سؤال الاكشن. هو انا عشان اعمل حركه محتاج كم مجموعه من العضلات؟ قال لك عشان تعمل بيربوس فول موفمنت حركه ذات هدف محتاج اربع مجاميع من العضلات. اللي تبدا الحركه وتحافظ عليها اسمها برايم موفر، برايم اولي وموفر حركه. اديني مثال عشان ادي الالبو البرايم موفر بريكيالز، عشان افرد الالبو برايم موفر ترايسيس. في عضلات مضاده لازم تريح، العضله اللي بتقاوم الاكشن بتاع البرايم موفر اسمها انتاجونست. مين الانتاجونست بتاع البريكيالز؟ ترايسيس. في عضلات مساعده، حضرتك انا اسف مثبته، العضلات المثبته اسمها فيكسيتور او ستابيلايزر، دي تثبت منشا العضله البرايم موفر او المفصل اللي هتشتغل عليه العضله. قال اديني مثال، عايز اعمل ابدكشن في الشولدر، العضله ديلتويد هي اللي هتعمل لي ابدكشن من 15 ل 90، هتيجي انا محتاج ايرم اثبت حضرتك الاوريجن بتاعها، يا اما اثبت المفصل اللي شغال عليه بالعضلات الصغيره اللي حوالين الديلتويد او حوالين المفصل. يبقى في عضلات بتساعد العضلة انها تشتغل، بتثبت الاوريجن بتاعها او المفصل. عضلات بقى مساعدة، كل بص لي، انا عايز اعمل فليكشن لصوابع. طب ما العضلات اللي هنا هتعدي الاول على الريست، فهتعمل فليكشن في الريست. قال لي طب ما تعمل وانت زعلان ليه؟ هتستهلك جزء من قوة العضلة. انا عايز استدعي عضلات مساعدة تعمل اليمينيت توقف الحركة عند الانونتد جوينت. عضلات الاكستنسورز اللي ورا نقول لها امنعي الفليكشن بتاع الريست، بحيث ان العضلات اللي قدام يروحوا على طول للديزاير جوينت المرغوبه من غير لما نعدي او نشغل انونتد جوينت. سينرجيست تعمل اليمينيت تستبعد الحركات الغير مرغوب فيها عند المفاصل اللي بعدي عليها. المثال واضح وصريح، عايز تعمل ايه في الصابع؟ بس مش عايز اعمل فليكشن في الريست عشان ما استهلكش قوه العضله، استدعي عضلات مساعده، عضلات الساعد الخلفيه، اقول لها اعملي اكستند الريست واللي قدام تعمل فليكشن في الصابع. في عندك عنوان اسمه ماسل اكشن، ايه اللي يعمل ضمور في العضله؟ المشكله في الامر العضلي اللي جاي من المخ، افكشن اوف هاير سنتر في البرين، زي الناس اللي عندها جلطه في المخ بتعمل شلل نصفي، ممكن المشكله مش في البرين، هو البرين بيبعت لمين؟
سباينال كورد. ده مشكله في السباينال كورد. طب السباينال كورد بيطلع ايه؟ نيرف سباينال نيرف موتور العضله. مشكله في النيرف. طب المشكله ممكن لا في البرين ولا في الكورد ولا في النيرف. العضله نفسها فيها مرض. طب المشكله ممكن كل حاجه سليمه بس واحد اتكسر، ولما اتكسر بس كسر جامد قعد نايم لمده شهرين ثلاثه، طبعا مع عدم الحركه ومع الكسر بيحصل اتروفي للعضله. شكرا يا حبيبي، اتمنى ما تكونش قصرت معايا.